السلام عليكم. اليوم نقف على زيارة نتاع ولي ولاية الجزائر العاصمة بمعية وزير الأشغال العمومية سيد الأخطر الرخروخ عند المشروع نتاع التوسعة نتاع الطرقات في ولاية الجزائر العاصمة خاصة بالجهة الغربية على مستوى إذن ثلاث نقاط هامة جدا على مستوى منطقة التوسع السياحي بمستوى وزيرالدا وكذلك على مستوى المحول الضخم بعين الله على الطريق السيار اللي سوف يربط منطقة المركب محمد بوطياف ببلدية خريصية إذن فيه مشروع ضخم. والنقطة الثالثة التي زارها الوفد الوزاري كانت محطة متعددة الأنماط حيث يتم حاليا تهيئة كل المحيط يعني تاع الطرقات والشبكة تاع الطرقات حول المحطة هذه بإنشاء محول ضخم إذن في الواجهة المقابلة للمحطة الجديدة هذه وفيه أشغال كثيرة يتم حاليا القيام بها باستعمال المداومات ثلاث مداومات 7 أيام في الأسبوع هذا لإتمام المشاريع هذه لأنه كل هذه المشاريع تقع في الوسط الحضاري وفيه ضغط كبير في حركة المرور خاصة في مع بداية موسم الاصطياف. إذن فيه إذن زيارة كما قلنا لهذه النقاط الثلاثة. نتابع التقرير إذن من الإذاعة والتلفزيون الجزائري حول هذه الزيارة وحول الفحوى نتاعها. نترككم تتابعون والسلام عليكم. اليوم قمت رفقة سيد والي ولاية الجزائر إلى ولاية العاصمة ووقفت على عدة مشاريع في هذه الولاية منها مشاريع راهي في طول الإنجاز وبعض المشاريع راهي انتهت. في المشاريع هذه كاين مشروع الطريق الوطني رقم 1 للولوج إلى محطة المسافرين المحطة البرية
وشفنا باللي الورشة مفتوحة والإنجاز راهي والأشغال قائمة. هذه المشاريع هذو يعني بعض المواطنين يعني حتما تسبب إزعاج للمواطنين، لكن احنا المشاريع هذه رايحة على المدى القصير والمتوسط، رايحة تفك الاكتظاظ في المروري اللي كاين في المدن الكبرى وخاصة العاصمة. وقلت منها كاين مشروع تاع العاشور لطريق اللي يربط باب الواد بدويرة وباب حسن، كاين الطريق تاع بالم بيتش و ازور بلاج سيدي فرج اللي كيف كيف كاين أزمة مروريه كبيره، ونشوفوا النفق الارضي اللي رانا فيه الان هنايا في على مستوى الشرقه. كل هذا المشاريع شفنا منها مشاريع راهي تقدمت والحمد لله، كنا زرنا هذه المشاريع في عندها مدة 6 شهور وعطينا تعليمات وشفنا باللي كانت بعض المشاكل فيها، كل عراقيل راهي رفعت. وشفنا كما المشروع تاع سيدي فرج وبالم بيتش، شفنا باللي راهم المشروع راهو مشى والحمد لله، وكان تعهد في من طرف المسيرين باش يكملوا على كل حال 90% وراح ينقص من الاكتظاظ المروري في هذه المنطقه هذه. اخر اجال في اخر الشهر هذا جبيليه. اما في طريق تاع العاشور شفنا باللي هذا الطريق هذا المحور هذا راح يخلي الولوج الى طريق هذا السريع اللي راح ينجز ويسلم مقطعه الاول في قبل الدخول الاجتماعي، هذا رايح كذلك يسهل المرور بصفه كبيره. وشفنا باللي هذا المشروع ولا الورشه اللي راهي فتحت في الولوج للمحطه البريه لبير مونترايس، هذه كان الانجاز تاعها التعاقدي هو 6 شهور، وطلبنا من شركه الانجاز باش تقلص، وكان عندنا تعهد منها باش تسلم هذا المشروع اخر اجال في اخر سبتمبر، وهذا يا الدخول الاجتماعي. وهذا يدخل في تعهدات السيد رئيس الجمهوريه وخاصه منها التعهد 32 اللي كان تعهد باش يصيب حل نهائي الاكتظاظ المروري اللي راهي تعيشه المدن الكبرى في الجزائر ومنها طبعا العاصمه. وراكم تشوفوا كاين ورشات كبيره ومشاريع كبيره راهي تنجز، وكاين منها اللي سلمت منها راهي في طول انجاز، ومنها راح تسلم سواء في الدخول الاجتماعي ولا اخر سنه. وكاين كذلك مشاريع واحده اخرى راح تفتح اللي راح تنقص سواء في الشرق العاصمه ولا حتى في الجنوب تاع المدينه. كل هذه الورشات راهي تخلي في الدخول الاجتماعي المقبل ان شاء الله ينقص من الازدحام، وتكون المواطن يقدر يتنقل بكل ارتياحيه.